في اللجان الاخرى بناء على ما حدث بالفعل في اللجنه السياسيه اللي هي كانت ادت دفعه طبعا للجان الاخرى. بس ده بالتاكيد وادت تسليط اضواء كبيره على دور البرلمان المصري والوفد المصري في تحركاته داخل اروقه خلينا اقول الجمعيه والجلسات المشتركه حتى في الجلسه العامه كمان. طيب خليني اربط ما حدث يا دكتور ب كلام بيردده الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس في حواره الاخير، ولكن دايما بيبقى فيه لمحه عن انه في دول او بعض الدول بتتربص بمصر وبتروج خلينا نقول سلبيا لمصر لاهداف بعينها انها لا تريد الرخاء لمصر. هل هذه الدول تقوم باستغلال هكذا منظمات دوليه لكسب فكره الاجماع؟ لانه مش هتطلع دوله لوحدها كده تهاجم مصر مثلا، هتبقى قد، هتبقى شكلها غريب. انما هل يتم استغلال فعلا لبعض المؤسسات الدوليه لهذا الامر؟ انا عايز اوضح نقطه مهمه قوي للمشاهد عشان يبقى مستوعب تماما ايه الفرق بين ان احنا نروح كوفد رسمي مثلا لوزاره الخارجيه بيحضر جلسات ايا كان نوع الجلسات او لقاءات في محافل دوليه، ووفد برلماني يمثل شعوب هذه الدول. يعني هنا انت حضرتك ما تتحدثيش بصفه سلطه تنفيذيه، ولكن تتحدثي بصفه الشعوب، بمعنى ان لو تم اقرار ال 61 توصيه وفيهم 6 فقرات ليها تدخل في الشان الداخلي وبتدين او بتحاول ان تدين بعض الدول بعينها، فده يعني ان الشعوب توافق على هذه الادانه وتعترف بيها. ايوه حضرتك متخيله؟ اذا هذه طبعًا ادانه للسلطه التنفيذيه طبعا، يعني السلطه التشريعيه او ممثلي الشعب لهذه الدول بيوافقوا ويحصل تصويت، فهناك موافقه على ال6 بنود او ال6 باراجرافات اللي كانت موجوده. فاذا معنى هذا ان الشعوب توافق على هذه التوصيات وتدين إدارتها السياسية. شوفي قد إيه حضرتك بدأ التدخل، فبالتأكيد هناك توجيه وهناك شكل من أشكال المناورة خلينا أقول السلبية، مش عايز أقول أكثر من كده، السلبية لمحاولة أن يكون هناك شق أولا للصف ما بين إرادة الشعوب وبين إدارات سياسية في دولها، ده او سلطات تنفيذيه ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه في حد ذاته مشكله كبيره كاتب على مستوى العالم. فبالتالي بالتاكيد هذه منظومه موضوعه وموضوعه بحرفيه شديده. وبرضه هوضح لحضرتك كلمه جديده اتقالت واحنا هناك من برضه من احد موظفي الامانه العامه القدامه اللي جه قال يا جماعه ما كان طول عمر دول الشمال هي اللي بتحط التوصيات وبتطرح على الجلسات وبيتم التصويت عليها وغالبا ما بيتم الموافقه عليها كلها، ايه اللي جد جديد؟ فقلنا له ان بقى يعني هم استشعروا ان في اختلاف كبير في ردة الفعل من جانبنا او من دول الجنوب. بالظبط، فيمكن انا استشهدت حتى بالكلمه اللي احنا القيناها في كممثل للمجموعه العربيه بان يجب ان نتعامل على مستوى الند وليس لاحد ان يملي توصيات او اشكال معينه للتدخل في الشؤون الداخليه للدول لمجرد انه دوله شمال. ويمكن انا وضحت له قلت له لان هناك مصر جديده، ويمكن توضيح وزملائي اكدوا على هذا الامر ووضحوا ان الشكل الجديد للبرلمان المصري مش متوافق مع ما كنتوا ترونه من قبل. هو بيتكلم حتى من قبل 4 أو 5 سنين، لان احنا بقالنا حوالي 4 أو 3 أكتر من 4 سنين، ما يقارب ال5 سنوات مصر غير موجوده. فبالتالي كان حتى رد الفعل كان ايجابي لدرجه كبيره جدا، ان هناك فعلا برلمان يتحدث عن اراده شعبيه وفي نفس التوقيت مش جاي عشان السياحه، ده جاي علشان يتحدث في موضوعات هامة، مش جاي بس عشان يقول موافقة ويخرج. ففي حد ذاته أنا أعتقد أن فكرة الدبلوماسية البرلمانية وصياغتها بهذا الشكل الإيجابي اللي بيؤيد بالفعل استقرار الدول بتاعتها الداخلية ليه تأثير إيجابي على الصعيد الدولي، وده أعتقد نقل حتى في الجلسة العامة. كان هناك تعليق من رئيس اللجنة وهو بيناقش قال إن إحنا بعد المناقشة لم يتم التصويت على 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 61 توصيه ولم يتم مناقشتها نتيجه خلل في عمليه تداول المعلومات التي سبقت الجلسه. فده في حد ذاته كان اعتراف بين بان هناك خلل، وهذا الخلل هو بالتاكيد خلل متعمد انه ما يوصلش ليك المعلومه وحضرتك تخشي تحضري الجلسه وتجدي ان هناك توصيات بتفاجئ. جديده بتفاجئ بيها وفي الاخر الاغلبيه هتصوت بالايجاب لان انت مالكيش دور. أنا عايز أقول لحضرتك إن حتى النواب في الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي أيدوا اللي إحنا قلناه بالفعل.
يعني أيدوا بأن هناك فعلا خلل في منظومة المعلومات وأن هناك عدم تنسيق ما بين الشمال والجنوب، وده من حق الدولتين. يعني أنا عايز أقول لحضرتك البرلمان الأوروبي اللي احنا شفنا له قرار بالإدانة قبل كده وبيحط كثير من الملحوظات ما بعد مقتل ريجيني، النواب بتوعه كانوا قاعدين معانا في نفس يمكن الصف اللي احنا كنا قاعدين فيه، خلينا أقول على الأقل حوالي 4 أو 5 نواب من اجمالي حوالي 6 أو 7 نواب ايدوا اللي احنا قلناه في الحديث بتاعهم، وايدوا ان فعلا ده حق مكتسب لدول الشمال زي دول الجنوب، ويجب ان يكون هناك مساواه في هذا الامر. هنا اهميه طريقه العرض برضو يا دكتور، اليس كذلك؟ وهل ده بيستوجب التواجد باكثر فاعليه في المنظمات الدوليه المختلفه، مش بس على طول علشان هجوم وكده، حتى يعني علشان مصر الجديدة زي ما حضرتك بتقول تكون حاضرة في هذه المؤسسات، هي قوتنا في الخارج، هذه اللجان وهذه الوفود. حضرتك الدبلوماسية البرلمانية ده بقى أصبح جزء لا يتجزأ من الدبلوماسية العامة للدول، بل قد تكون فعالة في بعض الأمور أكثر بكثير من الدبلوماسية الرسمية. وخلينا نستشهد بكل البرلمانيين اللي بيأتوا من الدول الغرب وبيحضروا لقاءات مع السيد رئيس الجمهورية ومع السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب، وهناك نقاشات كثيرة بتدور حول موضوعات مشتركة. ويمكن آخرها كان رئيس الكونجرس الأمريكي ومعه وفد كبير، وجيه بعد لقاء مع رئيس الجمهورية وجيه حضر معنا لقاء في البرلمان المصري، يمكن أنا كنت أحد الأعضاء في هذا اللقاء. إذا هناك اهتمام كبير بالدبلوماسية البرلمانية وليها تأثير كبير. وخليني أقول بوضوح أكبر أن الدبلوماسية البرلمانية تستطيع الحصول على كثير من المعلومات التي ممكن تعتبرها في الكواليس ما بتبقاش واضحة. ما تتخيليش حضرتك ان وفد الكونجرس هو جاي وفد برلمان ايا كان دولة اوروبية او خلافه بيحضر لقاءات للسلطات التنفيذية على مختلف المستويات، هو جاي عشان ياخد لقطة فوتوغرافية بتوضح مصر فين دلوقتي، بيجمع معلومات من السلطة التنفيذية، بيقابل البرلمان المصري ليستكشف وجهة نظر البرلمانيين المصريين في كثير من الامور كمعبرين عن الشعب خارج اطار السلطة التنفيذية. كل الإجراءات دي لها قيمة كبيرة، فبالتالي الدبلوماسية البرلمانية هي جزء لا يتجزأ من دبلوماسيات الدول بشكل كبير، ولها أدوار فاعلة في بعض النواحي التي تحتاج بالفعل لتواصل مباشر ما بين الشعوب، ودي ليها نقط إيجابية كتير. ويمكن رفضنا اللي كان واضح في اللجنة السياسية كان بيعبر عن إرادة شعب، ما بيعبرش عن إرادة سلطة تنفيذية، لأن احنا ما تحدثناش مع السلطة التنفيذية في شيء، يعني ربنا يشهد على هذا. احنا تحركنا كوفد، عرفنا ان في باراجراف كان مش مقبول من وجهة نظرنا في تدخل في الشؤون الداخلية، على ما وصلنا لقيناهم 6. ففي النهاية تحرك الوفد البرلماني ككل كفريق عمل ليرفض هذه التوصية وينسفها تماما، لكن لم يكن هناك توثيق ما بين سلطة تنفيذية وما بين البرلمان المصري، لأن بالفعل هناك استقلالية في المؤسسات. ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة وإيجابية. احنا مش ما بقولش الكلام ده لأن انا مش عادتي الجميع يعلم اني ولا بسقف ولا بطبل، لكن دي حقيقة ان الاستقلالية مؤسسة التشريعية عن المؤسسة التنفيذية ليها قيم كبيرة جدا حتى امام العالم الخارجي. طيب اتصالا بالحوار، وده طبعا كلامنا كله كان برضو لي صدى او انعكاس في الحوار لما الرئيس اتكلم على الخارج ونظرة الخارج ونية بعض الدول، فكان لازم ان احنا نوضح ده. الجزئية الاخرى اللي حضرتك لسه متكلم عنها على علاقة مؤسسات الدولة، برضو ألمح ليها الرئيس في حديثه، والانفصال التام بين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية. أهم النقاط في هذا المحور اللي استوقفت حضرتك وأنت تستمع إلى حديث الرئيس؟ هو حقيقة هو حديث السيد الرئيس كان في النقطة دي تحديدا ما هو إلا تأكيد لثوابت متعارف عليها بأن السلطة التنفيذية سلطة مستقلة ولها استقلاليتها، والسلطة التشريعية سلطة مستقلة ولها استقلاليتها. يمكن ضرب مثل بموضوع قانون الخدمة المدنية وأن البرلمان رفض هذا القانون في توقيت من التوقيتات، ويمكن كان الأستاذ الإعلامي أسامة كمال عندما تحدث مع السيد الرئيس قال له طيب أنت زعلت لما اترفض، فقال لا نفى تماما ان هو زعل، وقال في الاخر دي سلطه تشريعيه لها استقلاليتها وتستطيع ان ترفض او تقبل. وفي جميع الاحوال تم تعديل القانون وبيعاد مره اخرى عرضه على مجلس النواب، لان سواء المجلس رفضه اول مره هيرفضه المره الثانيه حتى، ففي النهايه هناك تعديلات والمجلس له اراء في هذه التعديلات. لو تم صياغة هذه التعديلات بشكل مقبول من أغلب النواب سيتم تمرير القانون. فده شكل منطقي تماما في مؤسسات الدولة، وأنا أعتقد أن دي إرادة سياسية للدولة أن يكون هناك استقلالية
ما بين مؤسسات الدولة المختلفة سواء التشريعية أو التنفيذية. أحيانا هذه الثوابت يتم التأكيد عليها من وقت للتاني من الرئيس ربما لما يروجه البعض ببعض المعلومات المغلوطة أنه في تأثير أو في أنه السلطة التنفيذية بتتدخل في السلطة في أعمال السلطة التشريعية إلى آخره. لذا هو دايما حريص الحقيقة أنه هو يأكد على الثوابت اللي هي ثوابت فعلا. بص حضرتك شكل عام تدخل سلطة تنفيذية في أداء سلطة تشريعية يبقى دخلنا في دولة متسلطة. أنا بقول بوضوح شديد يعني. ده معناه على طول تسلط إرادة سياسية معينة أو إدارة سياسية معينة من سلطة تنفيذية على سلطة تشريعية يبقى دخلنا في نظام تسلطي، نظام استبدادي. ده بالتأكيد مصر بتنفيه تماما في خلال المرحلة. يكفي أن انتخابات مجلس النواب جاءت يعني بنزاهة كاملة من أول ما اتوضعت أول ورقة في الصندوق حتى إتمام الفرز. قد يكون ما قبل هذا كان هناك رشاوة سياسية، كان يكون هناك مال فاسد بيتم استخدامه في بعض الدوائر وإحنا نعلم هذا، ولكن منذ وضع أول ورقة في الصندوق حتى فرز النتائج وبشهادة جميع المراقبين الدوليين والمواطنيين فهي انتخابات نزيهة 100%. فإذا في النهاية هذه الانتخابات النزيهة لن تسمح بشكل أو بآخر، لأن اللي جه ما جاش قبل كده كان بيجي بتوصيات وهو مربط مع الأمين العام لحزب كذا ومربط مش عارف مين وده ابن خالد فلان وده معاه مصالح تجارية مع فلان، فكان في النهاية الموضوع تربيتات وتزوير. لكن في هذه المرحلة النائب مستقل تماما ونجح في انتخابات نزيهة أمام الوطن وقدام الشعب كله، فما فيش مبرر أن يتسلط عليه أحد أو يعطيه أوامر لأنه لن يتقبل هذا. يمكن أنا أتذكر كلمة من أحد السادة النواب في كان في تعليق على برنامج الحكومة، قال لو إحنا مش عاجبنا البرنامج هنرفضه، ولو حلوا المجلس إيه المشكلة، ما إحنا هينتخبونا نفس اللي انتخبونا قبل كده وحنرجع تاني المجلس. يعني شوفي حضرتك الثقة دي شيء جميل طبعا، يعني يكون النائب واثق بأن هناك من انتخبوا بنزاهة كاملة. لو قبل كده هتعرفي حضرتك معرفة طبعا حضرتك أيوة كلنا نعلم ان الموضوع كان توصيات وعملية التزوير والمحسوبيات كانت قائمة بالفعل، حتى ان هناك دوائر كان بيتم تزوير صناديقها بالكامل محدش أيوة بيعرف عنها حاجة، وصناديق بتقع في الترعة على فكرة مش عارف غدر ما لقيناهاش يا ريت مع الصندوق الاسود يعني. دكتور مدحت، البعض رأى انه الحوار ده بمثابة كشف حساب، حتى لو هو مش كشف الحساب اللي تحدث عنه الرئيس، لانه ده اكيد هيرد فيه بعض الارقام والبيانات الى اخره، ولكن هو كان ملم الحقيقه بقضايا كثيره وجد فيها اجابه عن تساؤلات الكثير من قطاعات الشعب. النقطه المتعلقه بالفساد على وجه الخصوص، وانت ترى انه بالرغم انه بيتم الكشف عن فاسدين تابعين للسلطه التنفيذيه او حتى للقطاع الخاص كل أيام، ولكن مازال الفساد هو العدو اللدود لأي نجاح أو أي تنمية. هو دي طبعا حقيقة واقعة أن الفساد احنا نعلم أنه لو انتشاره واسع على موروثات ماضي موجود فيها هياكل تنظيمية للدولة في داخل المؤسسات. ما تحدث عنه السيد الرئيس بأنه بيطلق الحرية كاملة لجميع الأجهزة الرقابية دون تدخل من أي طرف من أطراف السلطة التنفيذية في أعمالها، دي حقيقة. ولكن يجب أن يكون لدينا فارق ما بين ملاحقة الفاسدين ووضع منظومة وقائية ضد الفساد، ويمكن دي منظومة اللي أنا اتكلمت عنها كتير وكنت أحد مواضيع محدداتها الأساسية في 2013، وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي بتضع شكل الإصلاح المؤسسي، بتضع حزمة من التشريعات اللي موجودة لمكافحة الفساد، بتضع آليات معينة لتوعية المواطنين وتوعية موظفي الدولة بما هو الفساد وما هي دواعي هذا الفساد. إن احنا بندي فرصة بشكل أو بآخر من خلال الإصلاح الهيكلي اللي بيتم في الدولة احنا بنسد ثغرات كثيرة موجودة، تعديلات تشريعية نحتاج أن نقوم بها. حقيقة نحن في البرلمان حاليا يعني البعض بيشتغل بشكل منفرد لوضع بعض التشريعات، ولكن يجب أن يكون هناك الاستراتيجية الوطنية مطبقة اللي تم إقرارها فعلا في 2014. ويمكن احنا في انتظار التعهد السيد رئيس الحكومة اللي أشار إليه في جلسة منح الثقة بأنه يتعهد بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت عام 2014، ده تعهد واضح، ده جزء من البرنامج، وتطبيقها بشكل عاجل وما يستجد عليها من تعديلات. فبالتالي نحن في انتظار تطبيق هذه الاستراتيجية، قد يكون هناك بالفعل تنسيق
يمكن ما يمكن ما الذي يؤخر تطبيق هذه الاستراتيجيه دكتور؟ وحتى الان اعتقد ان كان هناك عرض على السيد الرئيس بخصوص هذه الاستراتيجيه من مستشاره لمكافحه الفساد، وكان هناك توجيه مباشر ببدايه تطبيق هذه الاستراتيجيه، وكان في تنسيق يمكن ما بيني وبين المكتب السيد رئيس مجلس الوزراء للقاء لوضع شكل عام لهذه الاستراتيجيه خلال المرحله القادمه، لان احنا